يسأل أخونا عن الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يمر الإنسان على المقابر. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.